عشان امس قول لي مدري كان امس امس يا محمد قاعدك على الهواء ايه خلاص نبدا الان يلا ابدا يا محمد هي بسم الله محمد ما سافر ابدا اهلا بكم الى نشره اخباز اليوم على تلفزيون يمن شباب الملون نبداها بالعناوين التجول بالسلاح موضة جديدة بحاجة إلى رعاية ولفت نظر من قبل الجهات المختصة. تقنيات حديثة وطرق مختصرة للتخلص من مخلفات البناء رميها في مجاري السيول. المواد الغذائية الفاسدة شقت طريقها إلى اليمن من أوسع الأبواب. من العناوين إلى التفاصيل. التجول بالسلاح مشهد أصبح اليوم يشوفه كل صغير وكبير وفي كل مكان بالأسواق بالطرقات بالجوامع والجامعات وبكل مكان يمكن عينك توقع عليه والمشكلة إنها أصبحت ظاهرة منتشرة ومقلقة جدا للمجتمع ليش؟ خلونا نروح نشوف التقرير والناس بيقولوا لكم ليش قبل فترة من الزمن كان السلاح بظهر الشخص أكبر كارثة وممنوع أحد يحمله إلا بالمعسكرات أو أماكن الحراسة أما الآن حنتر لك حنتر وبصر لك بصر من يقدر يقول لهم نزلونا من أكتافكم أصلا كأنه الهيبة والمرقلة ما توقع إلا بالآلي ما رأيك بظاهرة التجول بالسلاح؟ ظاهرة غير لائقة وليست من الشعب اليمني ولا تمت إلينا بأي سلاح هي ظاهرة تخلف وجهل والله إني أكبر جريمة ومن ضمن الضحية أنا هاي معور بسبب التجول بالسلاح تعتبر ظاهرة غير حضارية ظاهرة سيئة جدا إيش شعورك وأنت خارج وحامل سلاح؟ والله شعوري زفت يعني عامل نفسهم في الصعيد وهم مش حقهم أفتهم لك أن أفرض اللي في الصعيد يروح في الصعيد الجبهات لمن تبيع السلاح؟ والله هذين بيعهم للعساكر العسكر ولا المفصعين؟ الكل شمال الكل تحصل العديد من المشاكل مثلا في الشارع والخلافات البسيطة فيلقى على طول حامل السلاح إلى تعمير بندقيته وإطلاق الرصاص وأحيانا قد تصيب ناس أبرياء السلاح اللي مسكوه إنسان مطني ولا من المواطنين لا يمثل جيش وطني طيب يعني الآن لو خلعت السلاح من فوقك ومشيت طبيعي إيش اللي بيتغير؟ والله بيتغير شيء بس يعني واحد إيمان لما يمشي معه السلاح يعني تقدر الآن تخلعه وتجيبه لنا وتمشي طبيعي طبيعي طيب كيف ورينا احنا انه طبيعي ولا لا تمشي بدونه يعني تمشي بدونه والله بصراحه هذه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حتى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من واحد يمشي حتى بحديده جنب اخوه عشان يعني احترام للانسان واحترام يعني حتى الامان حتى النفس يمشي في الشارع يعني يقول يعني يلفت هكذا ولا هكذا وخايف لا يقوم يحصل اي مشكله وبعد حتى لو حصل اي مشكله كذا على طول يستخدم السلاح الله اخرج وانا يعني خايف يعني اتمنى ان العودة الى البيت حقي وانا سليم ودخولهم دخول المسلحين في سوق القات جريمه كبيره حيث قد حصلت عده وقائع وجرائم قتل في ناس يروحوا ضحايا ابرياء ما لهمش اي دخل يعني اتفه مشكله يقوموا يضربوا علي رصاص اتفه مشكله على حاجه تافه على قيلقات على 2000 قرش على يروح يقتل صاحبه من شان حاجه تافهه ما تستحقش يعني انت مساعد بالتجول بالسلاح واحد من المساعدين فعلا احنا نبيع لا ندري من اللي يقتل به ايش شعورك وانت تخرج وتلاقي مسلح توقف انت وهو بنفس المكان تشتري شعور خوف يلا ما تشتري وفحط دي اللي شميزاز ما بقدرش دي تشاوم يقول بيقع حاجة بيقع شيء سبحان الله ما حد يدري ايش المكتوب والله شعوري قلق امشي وانا قلق خايف والله صراحة انا خايف لا يصايح واحد هو صاحب هذا وبعد يرمي علي ويرمي علي انا ولا ما يقدرش نفارع لو في سلاح ما نقدرش نفارع كلنا نهرب لانه ممكن يقتلوا في اي لحظة احتقرهم احتقار يعني لما يكون هذا مسلح واحنا مدنيين مع السلاح هو بالجبهات مش بالمدينة فقع يعني واحد يخاف عن نفسه يعني اين يروح يعني من الخوف هذا كم من واحد عن تقوم تصيح الضاربي يقوم يقشع على فوقي يعني ايش في السعادة يعني تقول بالسلاح خطا بس مصدر رزقه ايوه اذا في دولة وضبطت منع التجول بالسلاح نحن سنغلق ابوابنا ونحن ندورنا شغلة ثانية مش كل من حمل سلاح قدر رجال والسلاح ما ينزلش الشارع العام تفقع لك اطفال ونساء وتتحمل باثمهم لو معك سلاح البس ميري وطلع الجبهة خاطركم الجبهة مراعي رندا الحمادي اخباز اليوم تعز و
وزي ما شفتم الناس قد هم بغرانين وضابحين من هذه المظاهر المقززة، مظاهر كائنات غريبة تحمل سلاح وتتجول بين المدنيين وبالأماكن العامة، ظاهرة مالش داعي من الأساس. وعلشان هذا الخصوص معنا هنا في الاستديو الخبيز الاستراتيجي في شؤون الأمن الداخلي السيد بن خليل مهلوش. هلو معنا هنا في الاستديو. أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك يا مليون. مرحبا مرحبا بك. طيب قل لنا، ما هي استراتيجية ضبط العناصر التي تتجول بالسلاح في الأماكن العامة؟ كثير حاولنا كثير استراتيجيات سويناها يا حبيبي. احنا نحاول جاهدين لأجل ضبط مثل هذه الأمور، لكن الموضوع خارج عن السيطرة. المفصعين أكثر من شعر راسك. المفصعين كل مفصع يفرخ مفصع، والمفصع يفرخ مفصع، والتكاثر بالانسلاخ مثل الشجر. طيب يعني هذا النقطة أشك توضحها، نقطة مهمة أنت تطرقت لها، توضح لنا يعني سيد مهلوش، أشك تقول لي فين دور الجهات المختصة بضبط هذه العناصر؟ يعني الجهات المختصة تحاول في الحقيقة، وأحنا نتواصل مع الجهات المختصة ليتضح لنا لاحقا أنه أغلب هم أصلا أفراد أمنيين، يعني عساكر أو أفراد من الجيش والأمن. يعني الآن الجهات المختصة لازم تنزل تضبط الجهات المختصة. بالضبط بالضبط، والعملية ستصبح مشكلة. إذن طيب مش الجهات المسؤولة عنهم، طيب في جهات عليا مسؤولة عنهم، مش لازم تمنعهم من التجول بالسلاح؟ صحيح صحيح صحيح، في الحقيقة لابد أن الجهات الأخرى الجهات المختصة عفوا تمنعهم، وقلة قليلة هم الذين لا يحملون الرقم للسلاح أو رقم عسكري، لكن الأغلبية كما قلت هم أفراد أمنيين وعساكر. طيب سيد مهلوش، هل قدمتم حلول ولا ما هلكمش كلكم يعني بس جالسين تبيعوا فترة؟ احنا هلنا ومهلناش، والوضع ربط لك ربط يا حبيبي، الموضوع شي تخزينة. طيب كم شكل استهدير يا صاحبي؟ كمل كمل. حلول، في حلول لضبط مثل هذه العناصر؟ حلول ولا علاجات؟ حلول وعلاجات وكل شيء. في حلول لحاله وفي علاجات لحاله. اطرح الحلول والعلاجات. الحلول انه عملنا انه اولا ممنوع اي واحد ينزل الا له معه مهمه، لكن العلاج صادروا عليها السلاح. ممتاز، صادروا عليهم السلاح وخلوه ينزل كمثل الناس مدني بدون البدله الميري تمام. ومن ضمن الحلول ايضا انه ما ينزل الا اللي معه بطاقه عسكريه او زي عسكري. والاهم من هذا كله، اذا كان عندك حاجه او تشتي تنزل السوق او تشتري سامان، ليش تلبس الميري اصلا؟ ليش تحمل السلاح اصلا؟ نازل الجبهه ولا نازل تشتري سامان من السوق؟ كلام يا مهلوش كلام، انت وضعت الحروف على النقاط. ايوه. طيب ممكن تقول لنا الان بس من يعني من بيقرا لك خطك؟ من هل ينفذ هذا الشيء؟ اكيد ولا شيء ينفذ من هذا الشيء. سيد مهلوش، ممكن توصف لنا ليش ذا الشخص يسوي كذا بنفسه؟ ايش اللي يخليه يعمل بنفسه كذا؟ ايش يحس؟ ايش الشعور اللي ينتابه لما ينزل كذا بين الناس وحامل السلاح ويمشي بعنقهيه بين الناس، وحتى انه يفقع الناس اللي ماشيين بالشارع؟ ايش قلت؟ ايش يحس هذا المسلح؟ يعني اشرح لنا احساسه بالمختصر ولا بالطويل؟ بالمختصر يا ريت. قليل الف، بونس مفصعين وبونس قليل الف، بونس شتو يهنجموا؟ يعني في نقص معين، في عقده نفسيه، العقده هذه تتحول الى عقده تسلخ اي واحد قدامك. فعلا هذه عقد، وان شاء الله انكم ايضا تلاقوا علاجات وحلول لهذه العقد. الصيدليات طيب. مقفلات. سيد مهلوش، نختصر الموضوع وجيب رساله للجهات المعنيه وكمان للمفصعين، رساله كذا بقلبك تشي تقوله عبر الشاشه. اولا اشتي اوجه رساله للجهات المختصه انه لابد انه تتضافر الجهود ونبدا كذا كلنا كل واحد يحس بالاخر ونطرح يدنا بيد بعض من اجل انه نحد من هذه الظاهره ونحد من هذه المشاهد المروعه. يعني حقيقه اصبح الامر يقلب القلق اكثر مما يقلب الشعور بالامن، انك تواجه مسلح
بوسط سوق المقواة مثلا، يعني ايش بيكون النهاية اذا ما حصلش القاتل اللي يعجبه؟ سامحونا برضو للاخوة يا اخواني يا ابناء بلدي الحبيب يا اصدقائي اعزائي المشاهدين، كلنا لازم نحكم العقل، كلنا لازم نفكر ببعض. السلاح مش كل حاجة، اطرح سلاحك في البيت، واذا ناوي تحمل السلاح احمله على حق وروح الجبهة. فعلا فعلا، اذا السيد مهلوش يقول كلام مهلوش، كلام كبير وكلام قوي فعلا، لكن ببلادنا هو مهلوش. شكرا جزيلا للخبير الاستراتيجي او الخبيز الاستراتيجي بن خليل مهلوش على هذه المداخله وهذه وهذه التوضيحات اللي لنا وكيف انا الحين طرحها. شكرا جزيلا، ونذهب الى فاصل. لو انت في سيئون وتشتي تبني بيت او مول دكان اي حاجه وشايل بهمك التخلص من نفاية البناء، ما تقلقش، في هناك من يوفر لك هذا الجهد والتعب وياخذها ويتخلص منها. لا فين؟ لمجاري السيول. للأسف ظاهرا نستطيع القول بأنها مش مستفزة، بس تخلي الواحد يشعر بالألم، وقع الظهر وفقر الدم، دوخة وهبوط وكل شيء ممكن. فيك دوخة؟ عندك هبوط؟ الظاهرة، الظاهر الدوخ بالواحد. الحمد لله. خلونا نروح للتقرير. في أكتوبر عام 2008 لا ينسى أهالي وادي حضرموت كارثة السيول التي حلت بهم، ولكن يبدو أنهم لم يتوبوا بعد مما حل عليهم، حتى قاموا برمي المخلفات حق البناء، مخلفات الصبيات مع الحديد وكل ما يخلفونه يرمونه في طريق السيل، مما ينبو بأن هناك كارثة قادمة لا محالة في حالة هطول الأمطار، فبدل أن تكون نعمة ستكون نقمة. طيب إيش رأيك في اللي يرمون القمامة ومخلفات البناء في طريق السيل؟ والله هذا منظر مؤذي للمواطنين ولجميع أنواع البيئة. طيب بيني وبينك بالله، ما بدأ سويت هكذا أنت؟ لا هكذا من السيارة على قول رجل. لا ضروري تشل القمامة إلى البرميل، القمامة ترمي حطه في برميل القمامة أو في مكانها الخاص. إيش الكارثة اللي تتوقعها بتقع لو رمينا في طريق السيل؟ والله بتسبب أنواع الأمراض، يعني بتسبب مرض مثل ما الكوريرا، مثل ما فيروسات، مثل ما أي مرض تسبب للمواطنين وجميع المواطنين. طيب إيش رأيك في اللي يطرح هذه المخلفات الصلبة حق يكسر عمارات الطوب البلاط كل شيء في طريق السيل؟ والله مع احترامي له، ما هو يعني ما يحب الإنسانية ولا يحب الخير للناس، وهذه حاجة يعني مصلحة العامة ومصلحة الناس كلها في الحاجة الطيبة، لما يعني تبعد أي حاجة ولا تشيل شيء من الطريق صدقة تحصلها. يعني حقك اللي تقطعها الزعان في الريسان قالوا أنك تسقلبها في المسيال. نحن نعطيهن واحد خاص. ايوه ابو دلو، هذا كله حقنا، حق دقاقين كل السيام والمهل لنا. طيب ليه تقول له تسقلبها في المكان هذا ريض؟ هذا هو كله يعني مو مكان حقه تسقلبه. شوف ريض هون، ها ريض، وانت رايح تريم الخرى كلنا مصنعين ما تريم تسقلبها هناك. وين عاد تسقلبها؟ والله اعلم. انصح هذه الافراد اللي يحطون القمامه في مواقع السيول، انصحهم لا يحطونه، يعني بسبب كوارث اخواننا الجيران، هذه بعض على مجرى السيول. ترمي قمامه؟ لا والله ما ارمي في المرمى حق القمامه في الصندوق. حزن قال لي في الشيشات، هذا يسد لك طريق حق واحد، يسد لك حق ذا ما ريض. فهمتنا؟ فهمت. فهمك اول مرخد. الحين انت حدارك حد ازقلب شيء في الطريق، ما انت ما تقوم عليه. نعم بس وذا يسقلبه في يعني ما ريض. طيب بما انت ما بدي سويت كذا. نحن لا لا كسرت الدار حقكم القريم. ما كسرنا شيء ديارنا، خلينا نقدح الدار على قيم محله في طريق السيل. ما اتوقع في شوي يزقوا في طريق السيل ابد، انه طريق السيل بعيد من المشحوه. تتوقع لو يا سيل في المكان ذاك ايش بيسوي؟ بايشلن بيرجع للناس. ليه؟ في حاجه صبيات، في رجميات، حياة كبيره مرميه. لا ماشي، لا قمايم واكياس وعادي دي بجيب مرض. شلك السيل شلك، وانت ما هو محلك وسط عين المسيلة، شلك السيل شلك. هذه الأغنية يرددها أبناء حضرموت الوادي دائما
لما عانوه من السيول وكوارثها، لكنهم لم يتعظوا بعد، فكما رأيتم يرمون المخلفات، مخلفات بناياتهم، مخلفاتهم الصلبة، الحديد، الصبيات في مجاري السيول، مما ينذر بكارثة جديدة قد تحل عليهم. فهمي سليمان، أخباز اليوم، حضرموت. وظاهرة جديدة أيضا فريدة من ضمن الظواهر في المجتمع، البساطات المحرقة بالمواد الغذائية المعلبة بأسعار مخفضة، وأيضا في المحلات والمولات وكل مراكز التخفيضات. لما تجي تشوف هذه المواد الغذائية تلاقيها منتجات إما مقربة لتاريخ الانتهاء، ومقربة أيضا لجيب المواطن من حيث السعر، أو إنها فاسدة نتيجة تعرضها لسوء تخزين. المشكلة مش هنا، المشكلة إنه المواطن المسكين بسبب الظروف وقلة المصروف يلجأ لشراء هذه المواد الغذائية مقشنن وفرحان ومحتفل بهذه المواد الفاسدة، وبعدين يشيله منظمة لراسه تعالجه من الأمراض والأوبئة اللي تسببها هذه المواد الغذائية. والرقابة فين؟ الرقابة للأسف ما هليش. مواد غذائية مقربة تنتهي، وغيرها قد هي منتهي أساسا، منتشرة بكل زواب الشارع. اللي يبيع مسكين طالب الله، والمواطن يشتري فرح، يا الله وحصل حاجة رخيص وصحته ناسيلة، وبعض تجار من غير ذمة. ايش رايك بالبضاعة والمواد هذه اللي هي مقرب وفاسد ومنتهي؟ ايش من رايي؟ هذه قريمة، هذه ايش تشتري المواد المقربة انت؟ يعني شوف، لو من بقالة اعتبره عادي، لكن من هنا يعني خاصة انه معرض للشمس، خطورة زيادة من تاريخ الانتهاء. ليش تشتري الحليب المنتهي؟ والله احنا ناكل اي حاجة، احنا مساكين. تاكلوا اي حاجة؟ اي حاجة. طيب هذا منتهي مرض؟ مرض، احنا ضد الخاتش. اشتريت واحد انا امس، قطعة قبل. قطعة قبل؟ اي والله. طلع منتهي؟ لا قبل من هذاك المثلث. ايوه. والله انا طلعت منتهي. طيب انتي ليش تشتري؟ اصلا انا يقول واحد انه رخيص، ورغم انه احنا يعني ما حق اشتري يعني بكثرة، بس اكثر الناس القولي، لان بكل الشوارع يعني منتشر، بكل المحلات. تجد احيانا اصحاب المحلات يغيروا العلب المنتهية، يقول لك هذه تطلق صلاحية جديدة، هي تكون علب منتهية. اللي بيبيعوا الناس يعني رحم الله فينتم مدري ايش بالحليب، يعني على المكلوف ناس، لماذا بوقعوا منتهي يطيحوا الشعب؟ ايش هذا معك؟ معنا حليبات هذه وعصيرات وفينتو مرحبا. من كم هذا؟ نبيع 4 حبات حليب على البال، خليك على البال، 4 بـ5، وفينتو مرحبا 10 حبات بـ5. 10 حبات بـ5؟ 10 حبات بـ5 يا فينتو مرحبا. وليش كذا رخيص؟ لانه قريب الانتهاء. دايما يحصل لك راح الوفيه. ايوه ايوه. صار العلب. علب منتهيات. تقري العلب، لا تقول راكش المنقى. المنقى لها موسم. شرينا حليب، شرينا بنته. ايوه. نشرب على الله. تشربي على الله. وصحتك؟ صحتي من عند الله. ده يوم اشتريت حاجه وصلت للبيت تشوفها منتهي ولا لي ريحه ولا فاسد ولا في حاجات كثير تشتريها تجي لما البيت قال ريحه ولا عارف ولا شمال ولا عذر ولا تجيب لك الساب ولا تجيب لك اي حاجه من المرض. نعم، مسكنا ديالنا محمله بدقيق منتهي لا غير صالح للاستخدام، وتم اتلافها في المحرقه. طيب رساله التجار. رساله التجار، هون التجار احنا امانه بعنقهم، والمسؤولين امانه بعنقهم، والرئيس امانه بعنقه، واي واحد موظف، اي واحد مسؤول امام الله ان احنا بذمتهم. التاجر يكون لازم يكون امين في بيع وشراه، لازم يكون امين. التاجر يكون في بيع وشراه يكون حق المنتهي، لازم يرجع يوديه يهلك في مكان خاصه. يتلفه في مكان خاصه. رقرق اللي ماك من زيت منتهي، هذا بعد ما تتغدين تجي تاكل حاجه تقول ايش مثل الغداء، خلاص ما تجارينا من اتباخه انه من اكل الشارع انه والله حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب مو تقولي للتجار هذول اللي يخرجوا لنا؟ مو قول لهم، قولي لهم لو مو يخرجوا لنا. لا ما اقولش، ما اقولش، لا يخرجوا ضربني. مثل ما شفتم واحد يصيح الطبل الشوكولاته ب 100، والطبل الطاحونيه ب 300، والطبل القبن ب 600، وبو بعض طبول مكانهم يشتروا،
لا همهم صحتهم ولا شيء، المهم رخيص وياكل. والمشكلة ان البضاعة هذه مدردر بكل مكان، والجهات المختصة ولا هي سائل عنهم. والشعب هذا مسكين، يعني اللي ما ماتش بالحرب شي يموت متسمم. هيثم المقبلي، أخباز اليوم، تعز. أعزائي المشاهدين، زي ما أنتم شايفين الناس بالرغم أنهم فرحانين لكن بنفس الوقت بغرانين من المواد الغذائية المقربة والمنتهية والفاسدة المتكدسة في الأسواق. ولأجل هذا الموضوع وبهذا الخصوص نستضيف هنا في الاستديو إحدى المستهلكات لهذه المواد الغذائية، الآنسة حبيبة ماركت. حيا الله حبيبة ماركت. أهلا وسهلا. حبيبة، للأمانة اسمك بحد ذاته كذا يصلح انه يكون سوق للمواد الغذائية، بس مش الفاسدة ان شاء الله. يصلح كذا ماركت، علامة تجارية، ماركة تجارية يعني يحتوي كل هذه المواد الغذائية. حبيبة، قولي لنا، هل سبق واستهلكتي مواد غذائية فاسدة؟ مش فاسدة بس يعني قريبة للانتهاء، يعني بشوية، اسبوع اسبوعين بتنتهي. اشتريت اني كرتون بسكوت والقيها لا قرشن ولا بقولي حتى بسكوت باكله، ولا قربه بتهم حاجه، ولا في بوم شيء. وصدقت الخبريات هذه يا استاذ، انه اقول لك بتموت، بتقشنن، وبتمرض، وبتفعل. ولا تصدق ما بقري بقول بس يا حبيبه، الاطباء يقولوا انه في له امراض ومسرطنات والى اخره في المدى البعيد. ما قمنا الله حيابه، احنا عايشين على الله. فعلا انا معك، احنا عايشين على بركه الله، بس في عقل، لازم هذه حاجه قدامنا شيء ملموس، يعني عارفين نفرق انه هذا شيء فاسد، هذا شيء منتهي، فنستطيع ان احنا نتجنبه ونتجنب الامراض والاوبئه ونتجنب السرطانات. ما باليد حيله يا استاذ، بعدين احنا يعني ما نشمش ولا نطعم هذه المنتجات الا لما التخصص سعره ينخفض، فذلك نحن نشتروا لان غاليات. طيب ليش ما تحاوليش انه تاخذي بدائل؟ يعني في منتجات فاسدة أو مقربة يكون لها تخفيضات وسعر الحقيقي غالي مبالغ فيه، في بدائل شبيهة لهذه المنتجات، ليش ما تاخذيش هذه البدائل؟ صح، ما فكرتوش بيدي الفكرة. خلص خلص، موضوعك بالحسبان، الشهر الثاني نص المعاش للبدائل. أيوه، خذي البدائل وحافظي على الجهل، لا تخليهم يقرشوا المنتجات الفاسدة. وعرفتي؟ مش طيب. فاسدة، مقربة للانتهاء. مقربة يعني اسبوع اسبوعين يوم يومين. فاسدة. اذا هل هناك من وجهة نظرك او قد عرفتي بمعلومة من هنا ولا من هنا انه في رقابة مفروضة على المتاجر من الجهات المعنية بهذا الخصوص؟ ما اعتقدش انه هذه المنتجات اصلا انها تقرب عندنا، اكيد تقرب عندهم بالخارج، مش عندنا بالمخازن التجارة اللي تمشي على الجمارك. حتى ما حد يقول لي ليش دخلتي عشان تقول لهم دخلتوا برجلي ولا دخلتوا من الباب. والمشكله الاكبر انك لما يدخلوا ادويه تكون يا مزوره او مهربه او منتهيه الصلاحيه، هي نفسها. يعني لو انت اصلا مريض بغذاء فاسد وجيت تتعالج بالمستشفى، ايش تلاقي؟ دواء مهرب او فاسد، هو نفسه، او منتهي الصلاحيه، هي نفسه. يعني للمقبرة ثاني ولا تفاصلوني، على طول بتقشنين. طيب حبيبة، أنت كمستهلكة وفية ومستهلكة دائمة للمواد الغذائية الفاسدة، رسالة توجهيها للجهات المعنية لضبط مثل هذه الظواهر؟ والله رسالتي للجهات المعنية، كلكم راع كلكم مسؤول على رعيته، خافوا الله، احمونا على الاقل، ما نحن جالسين بهذا الوضع السيء اللي نحن فيه بو. احمونا 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 من عديمي الضمير، احمونا من المنتجات الفاسده. حرام غيري كثير ما يقرؤوش ولا يكتبوا، يشتروا ويزرطوا على طول. انا يعني اكون قادر ان نقرا، غيري كثير منهم ما يعرفوش لا يقرأ ولا يكتبوا، فلذلك احمونا، خافوا الله خافوا الله، من يرحم بالارض يرحم ربي بالسماء. فعلا كانت رسالة
واضحة ورسالة أيضا جريئة من إحدى المستهلكات للمواد الغذائية الفاسدة والمقربة للانتهاء، لكنها أرسلت رسالتها للجهات المعنية بقوة. شكرا جزيلا لك، كنتي معنا صراحة بمنتهى الشفافية آنسة حبيبة ماركت. نشكرك على هذا اللقاء. معي كرتون بالبيت بسكوت، قال أسبوع أسبوعين أقدر أدي لك يعني نص سعر كمان. أيوة، مش الشعر مجاني مجاني. لا أنا مش شريش هذه المواد الغذائية، بخليها إن شاء الله خليها للجهال قد هم يقرشوا الأخضر واليابس. صح. أعزائي المشاهدين، كانت معنا الآنسة اللطيفة والحبوبة اللي تقرش الأخضر واليابس واللي تأخذ كل حاجة مقرب فاسد أي حاجة وتعطيه للجهال يقرش النه، الآنسة حبيبة ماركت كانت معنا في هذا اللقاء. وخلونا نروح لفاصل. وصلنا الآن إلى نهاية هذه النشرة ونذهب إلى أحوال الطحس. يا مرحبا بمشاهدينا، أنا أيمن وهذه أحوال الطحس. أسبوع مليء بالطحس الشديد على المواطن اليمني الغلبان في الداخل والخارج، فالطلاب اليمنيين لا يستلمون مستحقاتهم لأكثر من 9 أشهر، أما الروتي والرغيف يدخلان سوق البورصة في ثغر اليمن الباسم عدن ويحرز أرقاما قياسية. أما اللواء الأخضر إب فعواصف الصراعات المسلحة على أشدها، حيث خلفت العشرات من القتلى والجرحى. أما مدينة أبين فتحتفي بمرور 70 عاما على زراعة القطن وأزهارها، افتتاح مخيمات جديدة لنازحين في نهم، والمنظمات الدولية تعزز وجودها في المنطقة وهذا رزق. أما الدفتيريا الدفتيريا تعود بكل قوتها في مدينة شبوة وتحصد 9 أرواح، منرد الخبر هذا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أحوال الطحس، نبقى مع أسعار الحياة كما شطحوس. هذا كل ما لدينا من أخباز في هذه النشرة، نلقاكم في الأسبوع القادم، دمتم شابعين.